لأول مرة على شاشة الأو تي في وبرنامج على المكشوف. ضيفي اليوم ومن القاهرة أحد الذين ساهموا وأنجحوا ملف تزويد لبنان بالغاز، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. بنقول لكل اللبنانيين مصر بلدهم الثاني. هل ممكن اليوم يكون دور البنك الدولي في قصة استجرار الغاز من مصر إلى لبنان قصة نجاح أخرى؟ هم متفاهمين ومتوافقين معنا على الخطوات المطلوبة، فهتبقى في قصة نجاح أكيد. أي موانع سياسية قد تعيق هذا المشروع؟ هو عشان قانون قيصر ده احنا مضطرين ان احنا نراجع كل الاطراف علشان ما يحصلش مفاجاه. شو نصيحتك اليوم للسلطات اللبنانيه؟ لازم يكون في خطه واضحه مستدامه، وبدايه المشوار يمكن صعب، ولكن بمجرد انه ما يبدا النجاح هيجيب نفسه وهيجيب بعضه، ونجاح بيجيب نجاح. على المكشوف مع دانيال حسيني، الليله بعد الاخبار على الاو تي في.